عملتي ايه؟ اي حاجة هتنفع. انا عرفت انا شفته فين قبل كده، احنا تقابلنا في اسقاط نجمي. انت بني ادم بتعملي اسقاط صح؟ ايوه. وانت كمان مشروع، انت بتعمل اسقاط برضو. انا كنت جاي اشوف كارمن. وانا كنت جاي اشوف ساري. انا ما كانتش عايزة تقابلنا ببعض ابدا. وممنوع مرغوب، ودينا قابلنا بعض. عقلنا ببطن اول ما عملنا اسقاط نجمي خلانا نقابل بعض. ايه حبيتيني بقى؟ ما حبيناش بعض يعني. انا بحب انا جدا. وانا بحب كريم جدا. تيجي هنا تشوف ان الموضوع بسيط قوي. كانت خايفة على الفاضي. ساري الحق، سفينة انتحرت. عارف يعني ان سفينة انتحر؟ سفينة اكيد كان عندها قرين برضو زائر حلم. اكيد انتحرت عشان يمشي، شكل مفيش حل تاني. انا منهارة. انتحرت؟ انا كنت عارف شكله هو ده الحل فعلا. ايوه يا رشا، قولي لرؤية تسامحني. انا قررت انهي كل حاجة. ساري انا جنب بيتك اصلا، انا كنت جايه لك، انا عندي حاجات مهمه. اوعى تعمل حاجه، انا جايه. يلا مدي شويه. سامحيني يا هنا، سامحيني، انا جاي لك. يلا اتحرك. ساري بتعمل ايه مجنون؟ استنى هفهمك. هتفهميني ايه بس؟ ساري ليان قالت ان زائر الحلم ده او القرين بيبقى من نفس جنسك ونفس شكلك. انت اللي حكيت لي عنه ان انت بتقول انت بتشوف واحدة ست شعرها اسود. يعني ايه؟ يعني ولا دي حالتك ولا ده الحل بتاعك. امال انا ايه اللي بشوفها دي؟ انا متأكدة انها كارمن. ايوه كارمن. انت سبب